اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لجميع المشاهدين اللي كتشاهدونا. جينا اليوم بطبيعه الحال باش نتكلموا للاسف الشديد عن الواقع المر على المعاناه اليوميه اللي كيعانيوها للاسف الشديد المواطنين باش كيمشيو بطبيعه الحال المستشفى ديال القرب مدينه القصر الكبير. معنا كذلك حاله اللي تواصلوا معنا بطبيعه الحال ولبينا النداء ديالهم وجينا باش نوصلوا الصوت ديالهم لوزير الصحه. هذا السؤال وهذا التساؤل، فينك السيد وزير الصحه؟ راه المستشفى ديال القرب مدينه القصر الكبير راك الناس كتعاني في صمت للاسف الشديد. معنا هذا الاب عنده طفل للاسف الشديد وعانى، وغادي يحكي لنا المعاناه ديالو اليوميه مع المستشفى ديال القرب مدينه القصر الكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الاسم ديالي هو عبد الصمد، كنسكن في مدينه القصر الكبير. المهم عندي الابنه ديالي مريضه، من تزادت عيانه وكنت كنطلع للسبيطار. المهم ما كنلقاش عندهم لوازم، ما كتبغي غير شي حاجه اللي هكا يعني مساويه، والو ما كتلقاهاش في, 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 في المستشفى متواجده عندهم. يعني كنقول لك مثلا هاد النفاسات ديال الاكسجين ما كايناش، كنشريوها. سير خلص هنا، سير خلص له، دوز قطع هنا، دوز قطع له. الطبيبه كتقلب عليها في شي بيرو ناعسه، كتاكل كتسارى الله اعلم. الفرمليه بغيت شي شيبره تضربها لك، ما كاينه لا ابره لا والو، ما كاينه حتى شي حاجه. والبنيسه ديالي شنقول لك تزادت من النهار الاولاني، تزادت ربما انا شك عندها السدر ولا. المهم البنيسه راه كتخنق، صدرها مريض، ما كنشريو لا شي دواء، كيخرجوا لنا شي ادويه كنشريوهم، ما كيديروا لا حتى شي حاجه. ديك دابا من خلال انك وليتي كنتي كتمشي مع البنيته ديالك للسبيطار، اكتشفتي ديك المعاناه. انا هملت هملت انايا، ما بقيتش قادر نمشي. وزائد عاوتاني الصديق ديالي عاوتاني ساكن معايا في نفس الدار عاوتاني اللي ساكن فيها، الابنه ديالو هاد الايام هذا هي توفات مسكينه بسبب الاطباء ما كايناش، فهمتي؟ داو العائله بقاو كينغرو فيها، حفر هنا حفر هنا حفر هنا حفر هنا، ما عرف علاش كيقلبوا. يعني كيتسمى يعني ما حنا كيتسمى يعني ضايعين بزاف، ضايع المواطن، ضايع خدمه والو، خدمه على قد الحال، خدمه ما كايناش. نهار كنخدموا نهار ما كنخدموش، نتوما عارفين الانسان حمل، يعني نهار يجيب نهار ما يجيب شيء، يعني ما كايناش امكانيات، كايناش امكانيات. حنايا كنطلبوا من الدوله يعني دير معنا شي حل، لان هادشي هذا بزاف. ما بالنسبه للصايه المصروف كلشي تزاد، ما كايناش امكانيات هيكاريين. حنا انت بنتي كتشوفها هي حداك وكتشوفها بطبيعه الحال كتشوفها كتحس بها بحال اللي كتضيع حداك وانت ما قادرش. بنتي كتضيع حدايا فعلا، بنتي كتضيع حدايا، ماشي كذوب. انا كنشوف بنتي كتضيع حدايا يوميا، عائله ما كتنعش، كنجي كنبت فايق معاها، صدرها خر 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 خر، عائله صدرها بحال خدام فيه شي موطور، بغاو يديروا معنا حتى شي حال. الظروف مي كدير مي قالوا لك ديتيها للسبيطار، قالوا لك خصها سكانير، خصها الاخر، خصها تنعاس، خصها سكانير، خصها ما عرفش كل شنو كيقول لك اخي، فهمتي؟ يعني هادشي هذا كامل خصو مصاريف. ما بطبيعه الحال ما انت كتشوف انت هي اللي كتقاتل باش تخلص الكرا وباش تجيب القوت اليومي، وبعض المرات هذيك القوت اليومي والله ما كنلحقوه بالله، مخبينا اخي حنايا وصافي. حنا ما عايشين ما والو، حنا ذاك النوع اللي مخبع، ذاك النوع اللي مخبع، ما خصوش مخصوش، ما عرفتش انا شكون مخصوش هاد القوم هذا يبان، فهمتي؟ حنا قوم مخبع، قوم مظلوم مسحوق في حقه هما حنايا. دابا انت عشتي بطبيعه الحال في المستشفى ديال القصر الكبير، دخلتي كيصيفطوا لك بنتك لطنجه ولا العرايش؟ شوف نورمالمون راه ما كيتعاملوا معايا لا انا لا حتى شي واحد، يعني ما كيجي بنادم درويش ضعيف الحاله راه ما كيتعاملوش معاه. علاش ما كيتعاملوش؟ انا كنهضر عليا انا وكنهضر على الناس اللي في حالي كاملين، ما كنهضرش على نفسي انا. كنهضر عليا انا وكنهضر على الناس اللي في حالي كاملين. حنا ناس ما في حالاش دراوش، ما كناذيو حد، ما كندخلوا في حد، ما كنجبدوا صداع. يعني غادي نحويطه حويطه. غادي نحويطه حويطه، ما ضد حتى شي واحد. الا بصاب نجيبوا التعادل. هادشي اللي كاينه. مصاب غير التعادل، وانت كتشوف. يعني الظروف ديالنا راه ما كتسمحش لهاد الامور اللي كيرتكبوا معنا هاد الناس هادو، فهمتي؟ يعني حنا راه ما كرهناش، ولكن قبيله في الكواليس بان هاد الناس هادو حاشا واش يكونوا انسان. محال. محال.
آه انا كنقول هذه الهضره وبكامل الثقه ديالي وكنقولها من قلبي من الداخل من الاعماق ديال القلب ديالي. هاد الناس هادو محالوش يكونوا بشر، حيت لو كانوا بشر حس انا كنشوف انا الطبع ديالي وحنا الناس دراوش ولا معروف علينا وكيعرفوا علينا العالم، حنا الناس دراوش كنحسوا ببعضياتنا القلب على القلب، حنا تلموت القلب على القلب، حنا الدراوش كيقلبوا على بعضياتهم، حنا الدراوش عايشين في بعضياتهم، حنا واحد الطبقه الدرويش عايش مع الدرويش، حنا ما كيقلب علينا حتى شي واحد، حنا الا ما عشناش مع بعضياتنا وتعاملنا مع بعضياتنا راه ما كاينش اللي كيقلب علينا. شكون غيتعامل معاه؟ ما حنا كنطلبوا من الدوله وكنطلبوا من الحكومه وكنطلبوا من الوزاره وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا ويديروا معنا شي حل. انا بالنسبه لهاد المصارف اللي تزادت ولا بالنسبه لهاد الشيء كامل، راه كاين الانسان اللي عنده امكانيه يقوم بهذا الشيء هذا، كاين بنادم راه اللي ما عندوش حتى عباد الله، راه حنا راه نهار كنخدموا نهار ما كنخدموش، حنا راه ماشي مظلومين، حنا راه مسحوقين. بعض المرات ما كتقدرش انك توفر حتى الاكل الدراري هو الاخراني ماشي غير الدواء. سال الاكل هو الاخراني بعض المرات راه ما كنقدروش نوفروا. عندي ثلاثة. ثلاثة الوليدات. كاري انت كتشوف راه. يعني اللي كتقاتل مع الكرا ومع الكرا مصروف، انا قلت لك مهم مقاتلين مع الزمان و وانا قلت لك نهار كاينه نهار ما كايناش وزاد عليك حتى السبيطار و بزز منك وما كايناش النفع ما كايناش اللي يديها فيك مصابك وكان اللي يديها فيك كايناش اللي يديها فيك اخي فهمتي انا حنا كن واخا شنو هي الرساله ديالك والرساله ديالي ماشي هي ديالي الرساله ديالي واللي في حالي كاملين انا كنهضر على انا كنهضر على نفسي وكنهضر على اللي في حالي يعني راه كاينين بزاف عدد لا تحصى ولا تعد يعني راه اللي جيتي تقلب على في حالي راه بزاف يعني هادشي هذا راه بزاف علينا حنا راه حنا بشر حنا راه مواطنين صح حنا راه مغاربه صح حنا عندنا حق في البلاد ديالنا حق في الصحه وحق في الصحه وعاش سيدنا سيدنا راه دار لنا كل شيء سيدنا راه عطينا كل شيء بنينا سبيطارات سيدنا راه مراقبنا راه مخلي مسكين ما داير معانا ولكن وحدين اخرين كيهضمونا علاش؟ راه وحدين اخرين اللي كيهضمونا. بطبيعه الحال وهذه رساله كنوجهها واكيد نرجعوا للموضوع الثاني على التوالي في مدينه القصر الكبير وهذه رساله لوزير الصحه بالتدخل العاجل والاني وكما قلت كما عملتي زيارات لمدن اخرى بغينا تكون زياره استعجاليه وعاجله لمدينه القصر الكبير كذلك والمستشفى الاقليمي ديال العرش لان معاناه ومشاكل لا تعد ولا تحصى للاسف الشديد. اي البارح توفات سيده توفات عفوا رضيعه في عمر الزهور عندما يقارب 7 سنوات. بغينا بطبيعه الحال يكون المستشفى الاقليمي ديال العرش ولا مستشفى القرب ديال القصر الكبير ما بغيناش يكون محطه اللي دخلوا يقولوا طلع لطنجه ولا اللي دخل القصر الكبير يقولوا هود العريش بغينا اطباء هنا في هذا المستشفى ديال القرب ديال القصر الكبير بغينا المواطنين انهم يدخلوا يلقاو الطبيب ديال الاطفال بغينا المواطنين انهم يدخلوا المستعجلات ويلقاو طبيب بغينا المواطنين انهم يدخلوا يلقاو اطباء اللي يبتسموا بطبيعه الحال في الوجوه ديالهم اللي يتعاونوا معاهم بطبيعه الحال واللي يشوفوا على الحاله الصحيه ديالهم ما بغيناش ان مدينه القصر الكبير تكون محطه المدينة طنجة ولا مدينة العريش. هذه رسالة وهذا نداء لأي واحد يبارطاجي على أوسع نداء لأن بغينا الرسالة توصل لوزير الصحة بتدخل العاجل والآني وتحياتي للجميع.